خليني قبل ما نخش في تفاصيل طبعا كرة السلة والتطوير اللي حاصل حاليا، وحابين كمان نقارن دلوقتي بيعني أزمنة سابقة، أنا حابة أروح مع حضرتك بداية. ابتديت في النادي الأهلي من سن كام؟ لعبت من عن يعني ليه اخترت أصلا كرة السلة؟ أنا عارفة الطول باين يعني، بس يعني كان الاختيار من الأول ليه؟ خلينا نبدأ عن حضرتك الأول ناخد فكرة. انا بالنسبه لي انا بادئ باسكت وانا عندي 9 سنين، نادي صغير كده في اسكندريه. انا من اسكندريه اصلا، ما زي كريم بقى. بلديه اه يبقى اكيد عارف النادي، شبان المسلمين اسكندريه. طبعا طبعا، نادي كويس، ونادي دايما الانديه الصغيره بيبقى فيها اهتمام جدا بالتعليم والتاسيس والكلام ده. من وانا عندي 17 سنه او 18 سنه رحت النادي الاهلي، ومن ساعتها انا في النادي الاهلي. لعبت في قطاع الناشئين في الاهلي 4 سنين. يعني ما رحتش مرورا مثلا بسموحه او بالاتحاد السكندري؟ لا لا، من شبان المسلمين على النادي الاهلي كان ما بينهم سنه كده في منتخب مصر. هي. منتخب مصر شباب. حلو. ودي كانت ملفته شويه. حضرتك عارف طبعا يعني ان الانديه اللي في الباسكت زمان، طبعا مش دلوقتي، يعني كانوا اهلي زمالك الجزيره اتحاد بس. تقريبا طبعا. اللي هو قوام المنتخب اقصد يعني. فلما يبقى في لعيب يعني يخش المنتخب من بره ال4 انديه دول كان بيبقى ملفت شويه النظر، فده كان يعني برضو سبب. لا، وبالذات في الزمن ده كان كمان الاسماء السكندريه او القادمه كتير. من نوادي اسكندريه كتير، عمرو ابو الخير، ويعني كان كتير كان زمن طبعا رائع. فدي كانت ساعدتني شويه ان انا اظهر اكتر، وان دخلت منتخب مصر وانا في نادي شبان المسلمين. تاني سنه على طول كنت في النادي الاهلي، لعبت 4 سنين في النادي الاهلي ناشئين، بس انا من دي وان في النادي الاهلي وانا في الفريق الاول، يعني وانا في الناشئين في الفريق الاول. لحد ما تداركت بقى سنين طويله في النادي الاهلي درجه اولى، ومنتخب مصر طبعا شباب والكبير، ولعبت كاس عالم. ولما بطلت بقيت مدرب في النادي الاهلي حاليا، بقى لي 6 أو 7 سنين هو مدرب في النادي الاهلي. جميل. طب حلو ده جدا.